واخيرا قرر تزاكي. اخيرا هزاكي اخيرا يا جماعة، مش مصدق. ان شاء الله انا ابدأ بايه؟ هذه بيت يكون زمان زمان. ايه اللي انت عامله ده؟ كتاب متقطع، مش عارف اذاكر، متقطع من كتب المذاكرة. ايه ده؟ مش عارف اذاكر كده في كتب المقطعة دي. سيب الحاجات دي كلها على جنب كده، هنذاكرها بعد ما نذاكر الايه؟ العربي. يلاحظ أن المقطوعات الأربع يلاحظ أن المقطوعات الأربع التي يتألف منها النص تتماسك بقوة. إيه في إيه؟ مش الكلام اللي كنت ماسكه في إيدي من شوية؟ هو في إيه يا جدعان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عادي يا عم، مش تفرق، انا ذاكر انجليزي، يعني جت على عربي يعني. يونت 1 و 2 و 3. يا رب عايز اجيب بقى حلو. وفين الكتاب؟ بدأت اخاف كده. كاميرا خفية؟ مش رب صبر. طب هيختفوا براحتكم عادي. يا كتابين هعرف اللي بتفرق واشوفك. عايزين نذاكر؟ لا هذاك، لا يا عم لا. معاك كتابين يعني؟ مش ينفع اللي بيحصل ده معايا صراحه. استغفر الله العظيم، انا خايف اختفي انا بقى يا جماعه. ايه ده؟ انا فين؟ انا اختفيت يا ابني. قابلني. ايه يا ابني؟ في ايه؟ ابني والله انا مش مالك يا ابني، انا بس فين؟ لا مفيش حاجة، المهم انت بس جيت. انت عامل ايه يا عم؟ الحمد لله يا عم. ما تسيبنيش لوحدي يا عم، مش بعرفش اذاكر لوحدي. ماشي يا عم. ايه ده؟ يلا يا عم تعالى نذاكر مع بعض. يلا يا ابني. ايه يا ابني؟ امال فين باقي الملازم؟ الحمد لله انا اختفت. ايه اللي اختفت من ايه؟ انا ما اعرفش والله. المهم بس انت هتذاكر معايا، تعالى بس تذاكر معايا. يلا تمام. انت فاهم ازاي يا عم؟ يا عم بقى. طب لو كنت هتفيا قولولي، ما تعملوش فيا كده يا عم. مش عايز اذاكر. عادي قلعت الجاكيت. انا مش عايز اذاكر يا عم. مش عايز اذاكر في امي. ايه ده الصوت ده؟ يا جدعان؟ يا رجاله وفي ايه يا جدعان؟ صوت فرح يا جماعة. كده انا مش مذاكر. الجري بعدوني يبتلي دمع العين. الجري بعدوني يبتلي دمع العين. مش كيب الحس جديد. الجري بعدوني مش كيب دمع العين. الجري بعدوني متنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك للقناة. بس خليك. ايه ده؟ هو راح فين؟ يا لا هو تاني؟ لا بس ليه؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، و في حاجة تالتة؟ شير لاصحابك وكده يعني، عشان الناس تشوفه. بس كده الصباح ومختفي. انا معكم اي بي فاتيو.